خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: على كنز من كنوز الجنة. فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، وفي رواية: ومن شر ما لم أعمل. عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليه؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضاء نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. نور الله صباحكم بالخير والبركة، ومتعكم بالصحة والعافية. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.